مرحباً، أنا المحاضرة مشكورة باك، مسؤولة عن برنامج النباتات الطبية والعطرية. تتمتع بلادنا بقيمة اقتصادية مهمة بسبب تنوعها النباتي الغني، لذلك من المهم جداً زراعة النباتات الطبية والعطرية بكميات عالية وبالنوعية المرغوبة. ستكون المنتجات ذات قيمة عالية عند الامتثال لمعايير الجودة في مراحل مثل النمو والتخزين والتجفيف والحفظ والحصول على المواد الفعالة. هذا هو هدفنا، إعداد تقنيين مجهزين. لدينا في مناهجنا الدراسية دروس أساسية مثل التقنيات المتزايدة للنباتات الطبية والعطرية وعلم منهجية النباتات الطبية والعطرية والكيمياء الحيوية للنباتات وعلم وظائف الأعضاء وتشريح النبات ونباتات العطور والصبغة والكيمياء النباتية. نقوم بإعطاء درس تطبيقات النباتات الطبية والعطرية للسنة الثانية في مختبرنا. في نطاق هذا الدرس نقوم بعمل تطبيقات مثل التسريب والنقع والديكوتيون. نقوم أيضاً بإعداد الزيوت والمراهم الطبية بالزيوت الثابتة والزيوت المتطايرة. يقوم طلابنا بإجراء تدريب صيفي إلزامي في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويغطي التدريب الصيفي فترة 20 يوماً. يتمتع خريجونا بفرصة العمل في الحدائق النباتية وفي الشركات التي تستورد وتصدر النباتات والأدوية الطبية والعطرية وفي المختبرات والمراكز التجارية ذات الصلة بهذا المجال. إحدى الطرق التي تمكننا من تحسين صحتنا وحمايتها هي المنتجات التي يتم الحصول عليها من النباتات الطبية والعطرية، لذلك ازدادت الدراسات في هذا المجال في السنوات الأخيرة. كبرنامج لدينا نهج تعليمي يعطي أهمية للتطبيقات الميدانية وكذلك النظرية، لذلك يجب أن يختار مرشحون هذا البرنامج. نحن أكبر جامعة في العالم في مجال العلوم الطبية. بفضل دروسنا النظرية والعملية نقوم بتدريب المتخصصين الخبراء في مجالاتهم في الرعاية الصحية. لكل هذه الأسباب يجب اختيار جامعة العلوم الصحية. أوصي طلابنا الذين سيختارون برنامج النباتات الطبية والعطرية بمتابعة الأعمال والدراسات المكتوبة في هذا المجال والمشاركة في الرحلات التي يتعين القيام بها في هذا المجال. نتمنى لكم جميعا حياة تعليمية ناجحة. نرحب بكم في جامعة العلوم الصحية.